لليوم الثالث على التوالي لم تسجل الصين بؤرة الفيروس الذي تمدد حول العالم أي إصابات محلية جديدة بكورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء وبأكبر أزمة صحية تواجه العالم الحديث، في حين سجلت إيطاليا التي أضحت في طليعة الدول التي هاجمها الفيروس أكبر قفزة في معدل الوفيات أمس الجمعة. وأظهرت العديد من المشاهد التي بثتها وكالات عالمية وقنوات أجنبية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي عشرات بل مئات المصابين المكدسين في المستشفيات الإيطالية منتظرين مصيرهم مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد، إلى درجة دفعت السلطات قبل يومين إلى إرسال الجيش إلى لومبارديا من أجل نقل الجثث إلى خارج المنطقة التي لم تعد تسع مقابر لمزيد من الموتى. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وقال المدير العام للمنظمة إنه مع الإبلاغ عن أكثر من 210 آلاف حالة في جميع أنحاء العالم و9 آلاف حالة وفاة، فإن كل يوم يجلب معه منعطفا جديدا ومأساوياً.